ترجع للسيد عبد الحفيظ وحلوه يا ولد يا ولد لعيب جامد قوي سيد عبد الحفيظ في الدقيقه 22 حسام حسام وبيسقطها عند علي ماهر يدخل على صدره وتاني علي ماهر وهوبا جوه الجون جوه الجون جوه الجون علي ماهر جوه الجون في الدقيقه 29 والحكم ما فيهاش حاجه هو لسه واحد لعبها وتاني اخر هوبا وعلي ماهر وعلي ماهر جوه الجون اتقشرت لك اتقشرت لك يا حظك تصبح النتيجه 3-1 شوف بخته بقى شوف بخته هو لسه راح لمسه واحده رضا عبد العال ورضا رضا 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 والعبها يا ولد يا رضا فريد صلاح كده كده لو كان ثبت كان هيلاقي الجول فريد صلاح كده بقى الثالث لعلي ماهر داخل جوه الجول داخل لو سابها كان داخل جوه الجول لكن علي بقى عايز يقول انا هنا اهو يعني مفيش مجهود مش ممكن لو ما كانش فيه مجهود وفيه اخلاص وشوطه حلوه جوه جول حلوه 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 ملعوبه مباغته على طول وشوطه حلوه حلوه جول حلوه 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 والله حلوه يا ولد حلوه جول الثاني نادي الاهلي في مكان كويس بيلعبها مجدي طلبه جوه جول جوه جول مجدي طلبه بيحرز الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 25 مجدي طلبه هتشوفها ايه مره ثانيه من رجل مجدي طلبه لعبها لعماره وعماره بيعمل الكوره من عليها وسيد عبد الحفيظ وجوه جول جوه جول يا ولد يا لعيب بتلعب دبل اثنين وتقلش وتروح جوه جول جوه جول علي ماهر تقلش تروح لعلي ماهر في الدقيقه 18 ونص تقريبا علي ماهر بيلعبها توصل له مره ثانيه ويحطها جوه ال 18 توصل الكوره لكن يضغط عليه وجول الجون الاول لاحمد فيليكس دربكه في خط ظهر غزل السويس والنتيجه 0-0 بين النادي الاهلي وبلديه المحله وطلبه بيلعب كره عاليه وجول علي ماهر وجول جول علي ماهر وتبقى النتيجه 1-0 لصالح النادي الاهلي انما الحقيقه مجدي طلبه شالها كويس قوي لعبت لعيب كوره حنينه قوي اهو وسام عرابي ونقلة حلوة لعلي ماهر وجول علي ماهر بيلعبها وجول جول الجول الثاني الجول الثاني علي ماهر بعد 5 دقايق السباق على اشده بين ابناء محمد يوسف طويلة ومفيش كراية وجول علي ماهر وعلي ماهر حاططها جوه الجول الجول الاول للنادي الاهلي كورة حلوة ومعمولة لعلي ماهر وقفت القناة على انه مش اوف سايد وما كانش اوف سايد وعدى ومساعد وبيعمل الكرة الطويلة وابراهيم وحسام وحسام بيصلحها لفيرس هو الجول هو الجول ويجيب جول ويجيب الجول الثاني احمد فيليكس في الدقيقة 20 احمد فيليكس في الدقيقة 20 2-0 لكن حلوة من حسام اهي يا ولد يا لعيب بيصلحها له بمهارة عالية جدا وعلى طول بيحطها ابراهيم حسن وبيلعبها لسيد عبد الحفيظ ناحيه اليمين وسيد عبد الحفيظ بيعملها العرضيه يا فيليب وجول وجول والجول الثالث مش ممكن حطها بنفسه الجول الثالث مش ممكن علي يحيى حاططها بنفسه حسام بيلعبها طويلة عند علي ماهر اللي بيصلحها لنفسه هو جون هو جون هو جون هو جون علي ماهر حسام بقى لعبها بنشوف بقى محمد ادريس واقف غلط واقف قدامه علي ماهر وهو وهي نازله على طول كورباك بتاعته الجول ماشي مجدي ماشي مجدي يلعبها لحسام وبتاع برجله بتاع برجله الكوره ترجع تاني لعماره ترجع تاني لعماره اللي بيلعب كوره بالعرض عند علي ماهر وجوه وجوه الجول علي ماهر المنقذ هو محمد عماره وهو جول شوف بقى محمد هيعمل الكوره ازاي الحته صعبه جدا وعلي ماهر مكتب كبير قوي النادي الاهلي السنه دي جوه الجول لمجدي طلبه مش اوف سايد مظبوط تتلعب ورا وحسام واحمد هوبا جوه جول هوبا جول 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 1-0 1-0 السيد عبد الحفيظ لمجدي
وانتو حلوة. ابراهيم حسن، ابراهيم حسن جول، حسام حسن جول، من ابراهيم لحسام جول. حلوة 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 يا حسام. 3-0 3 الاهلي يدينا لا شيء. 3-0 لسه بقول لحضراتكم قالوا محب او هوبا 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 جول جول وتغطي الكره البلد وبتغطي ويحط الجول الثاني. ده اللي هنشوفه. هل الاهلي هيزود ولا النادي المنصوره؟ لا النادي الاهلي هو اللي زود. وجت الهادي وهادي محمد ابراهيم حسن وابراهيم حسن كرة عرضية طويلة هوبا لياسر ريان والكرة تاني هوبا جول جول جميل جدا جدا جدا. وهذه خشبة وحلوة وحلوة وبيشوط جامدة لكن تترد وفيليكس وهو جول وجول 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 أحمد فيليكس. حلوة حلوة عماره اوبر اوبر لكن اوبا وحسام اخيرا اخيرا وجول وجول وجول. مساحه فاضيه ويقدر يشوط مش حلوه وجوه الجول وجوه الجول. سيد عبد الحفيظ يا ولد يا لعيب باليمين برجله الشمال وبرده بيعملها عاليه وبتتلعب وجوه الجول وجوه الجول يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب يا ابراهيم يا حسن. فعلا حسام حسن جوه جول بيجيب حسام حسن هدف التعادل للنادي الاهلي. ورضا عبد العال بينقلها لفيليكس وفيليكس بدماغه بيحطها جوه جول. فيليكس بيجيب هدف للنادي الاهلي في الدقيقه 43 ومعاه هاني بركات الثاني. حسام بيصلح لورا سمير كامورا جول عالمي. ونقلتين ثلاثه النادي الاهلي واحمد عبد المنعم وجوه جول وجوه جول هداف احمد عبد المنعم.